الدولة تتخلى على كامل الدين أصل الفوائد بالنسبة للقروض اللي ما تجاوز 5000 دينار، هذه تمثل 80% من الفلاح المدني، وتمثل قرابة 40% أقل من 40% من المبالغ نتاع الديون. هذه خطوة غير مسبوقة. على كل حال نزيد نأكد أن هذا مقترح مازال بصدد التدبر، هذا مقترح اللجنة، عملنا لجنة وطنية وطلعت من مقترحات، مازال ماهوش قرار نهائي، وإن شاء الله نتوصل أنه يكون قرار نهائي. علما أنه هذا باش يكلف 300 مليون دينار، 320 تقريبا، ولكنها هي ديون معناها ميؤوس منها، معناها الدولة ماهيش باش تدفعها الآن من ميزانيتها، هي ديجا دفعتها جانب كبير منهم، أكثر من نص هي ديون للدولة ولكن من عشرات سنين، فما ديون أصلا ما فمش بطاقة تعريف متاع المدني، معناها كانت بنوك تعطي أموال وحتى بطاقة تعريف ما عندهمش رقم بطاقة تعريف، معناها هذه ديون ميؤوس منها، بالتالي الدولة ماهيش باش تثقل كاهلها بالآن بحدود أكثر من 300 مليون دينار، فبالتالي هي ديون ميؤوس منها قاعدة تعطل وقاعدة تقلق في البنوك أصلا، لأنها الموازنات بتاع البنوك مثقلة، حتى سمعة البنك عالميا وقت اللي تكون عنده معناها قروض ميؤوس منها تمس من سمعة البنوك، فهذا فيه مصلحة للبنوك، فيه مصلحة الفلاحة، ولكن اللي فيه الفائدة مش يكون الخصم وإلا الطرح للفلاح، يعني السيد اللي اخذ قرض ومشى عمل به تاكسي ولا الله أعلم شنو المنشط اللي عمله، هذاك سوف لن يكون معني بذلك، لازم يبقى مطالب باش يخلص. اللي باش نحيو لهم المديونية هم الناس اللي قاعدين يزاولوا في النشاط الفلاحي، واللي المديونية هذه عطلته مش قادر يواصل. الفلاحين الحمد لله قاعدين يستنفعوا إنتاجهم. احنا السنة الماضية وقت اللي غيرنا تعيير الحبوب فما 23 مليار كانوا خارجين من جيوب الفلاحة رجعوا للفلاحة، هو حقه ما عملناش عليهم مزية، هذه من الأشياء اللي معناها ما كانوا مظلمة معناها ضد الفلاحين واسترجعوا حقوقهم في هذا المجال. السنة زدنا فوق هذاك زدنا سعر القمح، علاش؟ لأنه سعره زاد شوية في السوق العالمية، وإحنا قلنا مش معقول نشري القمح من أوكرانيا ومن روسيا بسعر أغلى من اللي نشريه من فلاحتنا، فزدنا سعر رغم ميزانية الدولة كما تعرفوا فيها شوية مشاكل، ورغم ذلك قلنا هذا إحقاقا للحق، يلزم فلاحتنا كذلك ياخذوا حقهم. مسألة طرح المديونية بشكل غير مسبوق اللي إن شاء الله نمشوا فيه اللي هو مقترح اللجنة الوطنية، هذا كذلك شيء اللي باش يعاون الفلاحة اللي ما كانوش قادرين، مسكين خذاه 4 ملايين طولوا له 14 ولا 15، الآن وقت اللي نطرح عليه الأصل والفوائد السيد هذا باش يولي قادر يرجع للبنكة وياخذ قروض ويتوسع في إنتاجه، فبالتالي الإجراءات هذه كلها لصالح الفلاحة.